اجتمعوا اكبر بنوك بالعالم، 54 اكبر بنك بالعالم، اجتمعوا وعملوا بلوك تشين خاص فيهم مناسب لحاجاتهم. اوكي سو انا ما بشوف بالعكس، يعني البنوك في لها فضل بهالموضوع، انه عم بتعرفنا على تطبيقات خارج موضوع العمله الافتراضيه والبيتكوين، يلي هي فيها ناس فيها طبعا جدل بين المصارف المركزيه والحكومات والبنوك والمستثمرين. خارج على هاي في عالم كامل من التطبيقات المحتمله لتكنولوجيا البلوك تشين. أزر حوسبه سحابيه مش تغطي العالم. اليوم نحن عندنا تقريبا 54 موقع عالميا، 54 موقع بالعالم فيهم اللي بسميه نحن داتا سنتر لأزر، وكله مربوط ببعضه ليشكل نسيج واحد. فالحوسبه السحابيه والبلوك تشين كثير في تقارب بيناتهم. السبب انه بحاجه انت لعدد كبير من السيرفرات، بحاجه لنتورك عالمي، بحاجه لسرعه بالتطبيق، لانه اليوم نحن بعدنا بعصر في تجارب، حقل تجارب البلوك تشين. الحوسبه السحابيه تعطينا مجال نعمل تجربه بسرعه، نختبر ونغير مسار. نحن وأمازون وجوجل أكبر مشغلين للحوسبة السحابية بالعالم، واستراتيجيتنا نحن نغطي العالم كله. فموضوع توقيت لا أكثر ولا أقل.